لما نبص على الفحوصات بتاعت حضرتك نقدر نقول ان انت ينفعك حاجه اسمها الليزك السطحي. علشان نعرف يعني ايه الليزك السطحي خليكم معانا. زي ما احنا قلنا ان احنا موضوع الفحوصات اللي بتتعمل قبل العمليه بتجاوب على اسئله. اول سؤال، ينفع ليزك او تصحيح ابصار عموما ولا ما ينفعش؟ تاني سؤال، اي نوع من انواع الليزك انسب للي هيعمل العمليه دي؟ فعلشان السؤال الاولاني ينفع ولا ما ينفعش، احنا بنستبعد ونقول للناس ما ينفعلكوش عمليه تصحيح الابصار على القرنيه او عمليات الليزك عموما اذا كان الفحوصات دي بينت ان في حاجه اسمها قرنيه ضعيفه او قرنيه مخروطيه او سمك القرنيه قليل او مجرد اشتباه ان احنا عندنا قرنية مخروطية او قرنية ضعيفة. يعني مجرد اذا اشتبهنا بقى القرنية دي مشتبه بها انها عندها قرنية مخروطية او قرنية ضعيفة، بنكنسل العملية ونبدأ نشوف طرق تانية للعلاج. لكن في ناس عندها قرنية سليمة وما عندهاش اي اشتباه ان هي عندها قرنية مخروطية او قرنية ضعيفة، لكن القرنية بتاعتهم رفيعة شوية. فعلشان احنا نحافظ لهم على نسيج اكتر نسيج ممكن، بنعمل حاجة اسمها الليزك السطحي. والليزك السطحي دوت هو اول ما اخترعوا عمليات تصحيح الابصار عموما، هو ده كانت العملية اللي بتتعمل. مع تقدم طبعا في التكنولوجي بتاع الاجهزة بقت النتائج بتاعتها كويسة جدا جدا جدا، ونتيجة النظر زيها زي الليزك في النهاية. لكن هي ليها بعض الفروقات عن الليزك. هي عملية آمنة، بس بيبقى الرجوع الى وظيفتك وانشطتك بعد العملية ابطأ شوية من الليزك. يعني الليزك من تاني يوم انت تقدر تمارس شغلك وتنزل وتعمل وتشتغل على الكمبيوتر وتسوق وتحرك وكل حاجة. لكن في عملية الليزك السطحي بيبقى موضوع التدميع والحرقان بدل ما هو بس يوم العملية كده ساعتين بساط، لا ده بيقعد له يومين ثلاثة مثلا. بيبقى فيه شوية زغللة وشبورة مثلا اول اسبوع بعد العملية. فبالتالي الرجوع الى الوظيفة والرجوع الى النشاطات بتاعتك بتتأثر شوية، بتبقى ابطأ شوية، لكنها عملية امنة جدا وبنلجأ لها زي ما بقول لحضرتك للناس اللي هي محتاجة تعمل تصحيح ابصار قرنيتها سليمة تماما، ما عندهاش اي اشتباه انه هي عندها قرنية مخروطية، لكن في نفس الوقت خلقيا ربنا خلق القرنية دي رفيعة شوية، يعني برضو في حدود يعني زيادة عن اللازم. بنقول هنا برضو من خلال قراية الفحوصات لا مش هنعمل تصحيح ابصار بالطريقة دي، ونشوف طرق اخرى للعلاج. كذلك هيبقى لنا فيديوهات عن القرنية المخروطية وطرق علاجها اللي هي تم استحداثها حديثا، ما كانتش موجودة قبل كده، كنا بنقف قدام المريض كده وما نبقاش ايه عارفين نعمل له حاجة. الحمد لله دلوقتي في طرق للعلاج، ونكلم حضراتكم عنها ان شاء الله.